شبوة تقرأ، هذا هو عنوان معرض الكتاب الأول في محافظة طالما يتصور البعض أنها خارج نطاق الإيجابية ولا يحمل عنها إلا الصور السلبية، رغم ما تتميز به من عمق تاريخي وإرث ثقافي عريق ضاربة جذورها في أعماق التاريخ. طبعا هذا أول معرض يقام في شبوة، سميناه شبوة تقرأ لأنه كان الواجهة لقراء محافظة شبوة بأنهم يجدوا الكتاب داخل هذه المحافظة. عملنا على توفير 600 كتاب ب 250 عنوان داخل هذا المعرض، وأقمنا لمدة 3 أيام في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة للنساء والرجال. معرض الكتاب الأول الذي يقيمه مكتب الثقافة بمحافظة شبوة بالتعاون مع متجر بوك تايم وفريق شبوة تقرأ، ويستمر لمدة 3 أيام خلال الشهر الجاري. والله بالنسبة للمعرض، معرض يعني أقل ما يقال عنه إبداعي، معرض جميل وخطوة يعني جديدة على المحافظة، ونتمنى أنها تضيف يعني لمسة ثقافية وحضارية وتقدمية للمحافظة، وأيضا نتمنى أنها تكون مستمرة هذا النشاط أو هذه الفعالية بشكل دوري، يعني سنوي أو نصف سنوي أو يعني على حسب الفرص المتاحة. المعرض شهد حضورا ملفتا وإقبالا جماهيريا كبيرا، رغم الواقع المحبط الذي يعيشه المواطن جراء الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الحياة هنا في شبوة، وهو ما يدل على تشكل وعي عام لدى المجتمع. انطباعي عن هذا المعرض فهو يعتبر خطوة أولى وخطوة رئيسية لأول من نوعها في محافظة شبوة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وأيضا على مستوى أظن المحافظات المحررة بشكل عام. يرى كثيرون من أبناء المحافظة أن إقامة معرض للكتاب في هذا التوقيت خطوة في الطريق الصحيح من أجل تجاوز مرحلة الحرب وآثارها السلبية والعودة بالمجتمع للحياة الطبيعية ومحاولة التخلص من آثار الحرب التي لحقت بحياة الناس. نريد أن نوجه رسائل عديدة من خلال هذا المعرض، وهو أنه شبوة ليست شبوة التي ينقل عنها البعض صورة مختلفة نتيجة بعض التصرفات الفردية. شبوة هي الثقافة، شبوة هي الحضارة، شبوة هي التاريخ، وإن شاء الله أننا في هذه المرحلة نريد أن نستبدل البندقية بالكتاب. ارتبط المزاج العام لأبناء شبوة بفعالية معرض الكتاب الأول، فحضروا وشاركوا وساهموا لإنجاح الفعالية، وهو دليل استثمار لأي نقطة ضوء للخروج من الواقع المرير الذي يعيشونه، كما يعكس أهمية المبادرات الإيجابية كهذا المعرض، والذي يعد إنجازا معرفيا هاما لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله. أعز مكان في الدجا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. تبقى لمعرض الكتاب الأول في شبوة أهمية رمزية تتمثل في أنه يقام بعد سنوات طويلة من العزلة الثقافية نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي عاشتها المحافظة خلال السنوات الماضية، وهو ما يشكل بداية وعي عام يتجلى ويتشكل حاليا في المجتمع الشبواني. صالح سالم، قناة بلقيس، من معرض الكتاب شبوة.